هنا في الميديال اسبكت برضو نفس الكلام. ادي عندنا هنا السكابيولا المفروض تبقى كده والهيومرس على الميديال اسبكت. مراجعه سريعه كده للعظم والريديوس والالنا. اهو. وطبعا هيبقى في بعد كده عندنا الايه الكاربس والميتاكاربس زي ما احنا ايه عرفنا قبل كده. في الميديال اسبكت هنلاقي في عضلات كتير قوي من اللي احنا شفناها في اللاترال اسبكت كانت بتبان معايا من الناحيتين. شوف بس المشرط هنا كل العضله الكبيره قوي دي سيريتس فنتراليس، وقلنا بجزئيها العنقي سيريتس فنتراليس سيرفيسز وسيريتس فنتراليس اللي جاي من الصدر. وقلنا سيريتس فنتراليس دول عضلتين وظيفتهم ان هم يعملوا زي سلينج زي العليقه زي المرجحه عشان الترانك يجي يحمل عليهم، فهم ماسكين في الضلوع ياخدوا الوزن بتاع الترانك وينقلوه للايه للقوائم الاماميه. سيريتس فنتراليس طبعا دي بقايا عضله الايه الرومبودياس ماسكه هنا في السكابيولار كارتليج. كل اللي قدامنا دي عباره عن سكابيولار كارتليج وعليها عضله الايه الرومبودياس. شايفين احنا الكارتليج اهي، حتى لو حبينا نقطع فيها بالايه بالمشرط هتتقطع معانا. هنا العضله دي يمكن ما قلناهاش في اللاترال انما هي بتبان معانا من اللاترال، هنقولها تاني دلوقتي. هاجي من الامام الى الخلف زي ما احنا عارفين، احنا قلنا هنا بروكسيمال ديستال كرينيال كودال، فدي السب كليفيوس دي احد عضلات البيكتورال ماسلز. احنا قلنا البيكتورال ماسلز بيقسموهم لمجموعتين، مجموعه سطحيه بتبقى على ناحيه بره على ناحيه الشارع يعني، ومجموعه ثانيه غائره جوه. ففي عندي سوبرفيشال ودي بيكتورال، كل مجموعه من دول لها جزء قدام وجزء ورا. يبقى السوبرفيشال في منه جزء امامي يبقى اسمه كرينيال سوبرفيشال، وفي جزء خلفي بسميه كودال سوبرفيشال، والغائره بسميها كرينيال ديب وكودال ديب. فالسب كليفيوس هي عباره عن الكرينيال ديب بيكتورال ماسل. وشفنا العضله الثانيه اللي بعد السب كليفيوس دي اللي هي السوبرا سباينيتس ماسل. السوبرا سباينيتس هي في الحقيقه موجوده من الناحيه بره، احنا قلنا دي السوبرا سباينس فوسا والسوبرا سباينيتس موجوده هنا، انما في جزء منها موجود معايا هنا على الميديا الايه سيرفيس بيبان اهو، ده اللي هي السوبرا سباينيتس ماسل. والكبيره قوي دي العضله الكبيره قوي دي اللي واخده تقريبا شكل عظمه اللوح كلها بالكامل دي هنا السب سكابيولار فوسا، فالعضله اللي فيها سب سكابيولاريس ماسل. وزي ما حضراتكم شايفين ان مفصل الشولدر جوينت محاط بالعضلات من كل ناحيه، السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس من ناحيه اللاترال والسب سكابيولاريس من ناحيه الميديال والبايسبس براكيا زي ما شفناها وهنشوفها تاني دلوقتي من الامام والترايسبس موجوده من الخلف. فهنا السب سكابيولاريس ماسل. وبعدين بعد السب سكابيولاريس بلاقي في عضله تانية اهي اسمها التيرز ميجور ماسل. لو انا حطيت السكابيولا تاني هنا سب سكابيولاريس ماسل سب سكابيولار فوس، وهنا ادي الفيس السراتا اهي اللي هي جاي فيها الايه السيريتس فنتراليس هنا وهنا. طيب التيرس ميجور ماسل العضله دي هتمسك هنا فين؟ بتيجي تمسك في الكودال بوردر بتاع السكابيولا وتنتهي في بروز مسمى باسمها، يعني هي اسمها تيرس ميجور ماسل، تيجي تنتهي في التيرس ميجور تيبروستي هنا، ومن ثم العضله بتاع التيرس ميجور لما تنقبض هتعمل ايه؟ تعمل فليكشن للشولدر جوينت. يبقى سب كليفيوس سوبرا سباينيتس سب سكابيولاريس تيرس ميجور. هنا العضله الكبيره قوي دي اللي هي بنسميها اللاتسمس دورسي او اللاتسمس دورساي ماسل. لاتسمس دورسي او اللاتسمس دورساي دي عضله كبيره بتبقى واخده المنشا بتاعها من السوبرا سباينس ليجامنت عن طريق او سراكو لامبر فاشيا من خلال السوبرا سباينس ليجامنت، وتكمل معايا وتعمل انسرشن بكونجوينت تندون وتر مشترك مع التيرز ميجور، هما الاثنين يضموا مع بعض ويجوا يلحموا في التيرز ميجور تيبروست. ده بالنسبه لي العضلات في منطقه الشولدر. طبعا هنا في منطقه الشولدر بنشوف البيكتورال ماسلز. البيكتورال ماسلز احنا اتفقنا ان هم سوبرفيشال وديب
والتسميه بتاعتهم لها مسميات حديثه احدث من سوبرفيشال وديب، سموها تبع اتجاه الالياف. البكتورال ماسلز كلهم بياخدوا المنشا بتاعهم من الاسترنم، يعني لو انا متخيل الحيوان واقف الاسترنم المفروض مكانه في المنطقه دي، فهنا العضلات اللي تاخد المنشا بتاعها وتبتدي تتجه الالياف بتاعتها لقدام يسموها اسندنج بكتورال، والالياف بتاعتها تمشي بالعرض نسميها ترانسفيرس بكتورال، واللي تنزل لتحت نسميها دي سندنج بكتورال، فتبع اتجاه الالياف بتاعت الايه العضلات بنسمي هنا البكتورال ماسلز. عندي الجزء الكبير ده اللي بلاقيه نازل في صدر الحصان ده بسميه ديسندنج بكتورال او كرينيال سوبرفيشال بكتورال، كرينيال سوبرفيشال بكتورال. فتاني كرينيال سوبرفيشال بكتورال او ديسندنج بكتورال، سب كليفيوس اسندنج بكتورال. اخر جزء عندنا في البكتورال ماسلز بيطلع من الاسترنم ويبتدي يمشي على يروح يعمل انسيرشن في الفاشيه بتاعه الفور ارم، ده اللي انا بسميه الترانسفيرس بكتورال ماسل او الكودال سوبرفيشال بكتورال. يبقى تاني ترانسفيرس بكتورال او كودال سوبرفيشال، ومن الامام هنا قلنا اللي بتبقى نازله في صدر الحصان دي بنشوفها وهو واقف كده، تلاقي فيه كورتين في او نصف كره الناحيه نصف كره الناحيه الثانيه وبينهم جروف، دول اللي هم الايه الديسندنج او الكرينيال سوبرفيشال بكتورال والساب كليفيوس والايه الاسند. دي كده الايه البكتورال ماسلز. برضو احنا يعني مش هنحتاج الجزء الكبير ده فهنعمل له ريموفال. طبعا هنا دخلنا في منطقه الارم، وابتدى ظهر عندي عضله البايسبس براكاي. احنا اتفقنا البايسبس براكاي دي حامل حمى بتاع الهيومرس من الامام، ادي الهيومرس اهي. فالعضله اللي جايه على الكرينيال سيرفيس بتاع الهيومرس وقلنا هي جايه من التيوبر سكابيلي او السوبراجلينويد تيبروستي، والوتر بتاعها هيعدي من هنا من على الانترميديت ريدج ويبقى في بينهم البرزه اللي هي البايسبتال البرزه، ويفضل ماشيه تنزل البايسبس براكاي ماسل لغايه اما تروح تنتهي في الراديال تيبروستي هنا كده في منطقه الايه الريدس. فدي كلها عباره عن البايسبس براكياي ماسل. جنب البايسبس براكياي ماسل بلاقي في عضله ثانيه اسمها الكوراكو براكياليس، العضله اللي قدامنا دي الكوراكو براكياليس بيبقى ليها جزئين سوبرفيشال بارت وديب بارت. الكوراكو براكياليس واخده المنشا بتاعها من الكوراكويد بروسيس، احنا اتفقنا ان السوبراجلينويد بروستي في جزء منه طالع على ناحيه الميديال، ده النتوء الصغير ده بسميه كوراكويد بروسيس، بتمسك فيه عضله الكوراكو براكياليس وتيجي تنتهي هنا في الايه في الميديال سيرفيس بتاع الهيومرس. في المنطقه اللي هنا بلاقي في عضله في الحقيقه بيبقى ليها جزئين، اللي احنا بنشيل بنفصل الفاشيه بتاعتها من هنا او الابنروز بتاعها اهو. العضله دي لها جزئين زي ما اتفقنا، جزء طويل بنسميه بارز لونجا اللي انا ماسكه في ايدي دلوقتي ده، كل ده بارز لونجا، والجزء الثاني المستعرض بسميه بارز ترانسفيرسا او الكرينيال بارت، يعني هي ليها جزئين، جزء امامي مستعرض كل ده ترانسفيرس بارت او البارز ترانسفيرسا او الكرينيال بارت، وهنا ده اللي ايه الكودال بارت او البارز لونج. العضله دي كلها اللي هي بنشبهها بنقول عامله زي المغرفه بتاعت الاكل كده، يعني لو اعتبرنا ان ده الدراع بتاع المغرفه الطويل ده وهنا الجزء ده اهو، فتبقى بالمنظر ده. دي اللي هي الايه التنسور فاشيا انتي براكياي. تنسور يعني بتشد او بتوتر، موتره الايه اللفافه الساعديه بالعربي. التنسور فاشيا انتي براكياي العضله موتره اللفافه الساعديه، اللفافه اللي هي الفاشيه. فانا عندي هنا في المنطقه دي بلاقي فيه الفاشيه اللي هي الانتي بريكيا الفاشيه، فالعضله ديت بتبقى ماسكه هنا في الفاشيه دي وبتشد الايه الفاشيه. الفاشيه في الحقيقه عندي في سوبرفيشال وديب،
فاشيا في منطقه الانتبريكيوم. ادي ده جزء من السوبرفيشال فاشيا اهو، وده جزء من الديب فاشيا. الديب فاشيا محوطه العضلات، والديب فاشيا زي ما احنا شايفين عباره عن ابونروتيك تيشو او تندينياس تيشو، نسيج وتري. وهذا النسيج الوتري ده يعتبر زي الايه، زي الشراب اللي هو لافف العضلات. احنا يمكن الناس لما بتتعب وبتبقاش زي حالاتنا بيشتغل مثلا في التدريس او بيقف كتير، فالطبيب ينصحه يقول له البس شراب. الحصان ربنا سبحانه وتعالى عامل له شراب رباني بقى عباره عن الانتبريكيال فاشيا. انتبريكيال فاشيا تيجي تروح لافه العضلات كلها اللي موجوده في منطقه الانتبريكيوم، وبتساعد في ضغط هذه العضلات وفي صعود الدم، وتساعد في الاستي اباراتس. دي احد مكونات الاستي اباراتس الايه، الانتبريكيال فاشيا. ليه احد مكونات الاستي اباراتس؟ لان الاستي اباراتس قلنا السر فيه ان الحيوان بيعتمد على الاوتار، فالاوتار ما بتتعبش. قلنا الحصان يقعد 21 يوم من غير ما ينام، من غير ما يرقد على الارض، ازاي يستحمل ده كله؟ ازاي العضلات بتاعته ما بتتعبش؟ قال لك ما بيستخدمش العضلات بالدرجه كبيره، بيعتمد اكثر على التندونز وعلى الاوتار وعلى الابونروتيك تيشو اللي موجود عنده. والتندونز قلنا دو نوت تاير، ما بتتعبش. فهنا العضله دي التنسور فاشي انتبراكياي، وبتعمل ايه التنسيشن للانتبراكيال فاشي. لو جيت عملت ريفليكشن للتنسور فاشي انتبراكياي كده، هلاقي ما زال عندي، احنا اتفقنا ان هنا اللونج البايس السكابولا والهيومرس، المسافه اللي بين السكابولا والهيومرس الزاويه دي كده، في عضله بتيجي بتدخل تقفل المنطقه دي، وهي عضله الترايسبس براكياي. فهنا بالتالي بلاقي في عندي دي اللونج هيد اوف ترايسبس براكياي، كل الكبيره قوي دي اللونج هيد اوف ترايسبس براكياي اهي، دي اللونج هيد اوف ترايسبس براكياي. ودايما انا افتكرها بالايه، بالاولوكرانيال تيوبروست. انا الاولوكرانيال تيوبروست دي علامه مميزه عندي اهو، يفكرني بالعضلات اللي جايه ماسكه فيه. واحنا قلنا من ضمنهم مين؟ التنسور فاشي انتبراكياي، واخده بتعمل انسرشن هنا في الاولوكرانيال تيوبروست زي ما احنا شايفين نهايتها اهي، سواء اللونج بارت او الترانسفيرس بارت. واللونج هيد اوف ترايسبس براكياي اللي ظهرت معايا من ناحيتين، بانت معايا من الايه، من ناحيتين. وهنا اكيد دي الميديال هيد، احنا قلنا ترايسبس براكيال ثلاثة هيد، شفنا اللاترال على الناحيه الثانيه، شفنا اللونج ظهرت معايا من ناحيتين، شفنا هنا اكيد الايه الميديال هيد اوف ترايسبس براكيال اللي قدامنا دي. والثلاثه بينتهوا فين؟ في الاولوكرانيال تيوبروستي، ومعاهم مين؟ معاهم التنسور فاشي انتبراكياي. وفي عضله صغيره ما شفناش على اللاترال اسمها الانكونياس ماسل، بتبقى موجوده تحت اللاترال هيد اوف ترايسبس براكياي، انما بتعمل انسرشن معاهم برضو في الاولوكرانيال تيوبروست. لو جينا حبينا نتكلم على منطقه الفور ارم من ناحيه الميديال، هنلاقي المجموعه الثانيه من العضلات اهو هنا. احنا اتفقنا العضلات كنا مقسمينها الى مجموعه بتعمل اكستنشن ومجموعه بتعمل فليكشن. فالاكستنسورز كانوا موجودين كرانيولاترال، الفليكسورز موجودين كودو ميديال. الفليكسورز موجودين كودو ميديال، يعني على ناحيه ورا وعلى ناحيه الميديال اسبت. فكل العضلات دي بيبقوا فليكسورز. فليكسورز الايه؟ فليكسورز للكاربس والديجيت. وليه هما بيشتغلوا على الاثنين؟ لان المفصلين في ناحيه واحده، يعني المفصل بتاع الكاربس والمفصل بتاع الديجيت في نفس الايه الناحيه. فبتقدر يعني انت لو في عضله واصله لغايه الديجيت فهتعمل وبتعدي على الكاربس، هتعمل فليكشن للكاربس وتعمل فليكشن للديجيت. تمام. نبدا بهذه العضلات اول حاجه بعد ما نشيل السكين. طبعا قلنا بنشوف الايه الفاشيا السوبرفيشال والديب اهمت، وقلنا ان دول جزء من الاستي اباراتس في الخيل، وماسكين العضلات كويس قوي.